السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أعزائي المشاهدين، أرجو من الله أن تكونوا جميعا في أتم صحة وعافية. لو بتشوفوا القناة لأول مرة ما تنسوش الاشتراك في القناة، وده عن طريق الضغط على زر الاشتراك الأحمر. بعد كده علشان توصلكم الحلقات والوصفات بعد نزولها مباشرة، فعلوا علامة الجرس. لو عجبتكم الحلقة دعما للقناة اعملوا لايك أسفل الفيديو. لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. لو بتعانوا من السواد في اي منطقة في الجسم، سواء في اليدين او في الرقبة او الركب او المرفقين او منطقة الفخذين، ان شاء الله هقدم لحضراتكم النهاردة وصفة بسيطة جدا نقدر نعتمد عليها في ازالة السواد وتبييض المناطق بشكل رائع جدا وسريع وفوري. هنستخدم في الوصفة مكونين، هنستخدم بيكربونات الصوديوم او الكربوناتو، جميلة جدا يا جماعة، المكون دوت رائع في عملية التبييض. والمكون الثاني عصير الليمون. تعالوا مع بعض نقول لحضراتكم الطريقة ازاي سريعا اللي نقدر نعتمد عليها على عملية تبييض رائع جدا وملفت للنظر وجميل. هناخد معلقة شاي صغيرة من بيكربونات الصوديوم، وبعد كده هو نبدأ ان احنا هنحط عصير الليمون على بيكربونات الصوديوم. زي ما حضراتكم شايفين واحنا بنحط عصير الليمون بيحصل تفاعل. التفاعل دوت جميل جدا يا جماعة، والفقاعات ديت عبارة عن تفاعل الحامض مع بيكربونات الصوديوم. هناخد الخليط وهو بيعمل الفقاعات ديت، وهنبدأ ان احنا نحطه على المنطقة اللي احنا محتاجين نعمل لها عملية تبييض ونفرده عليها بالكامل، وهنسيبه لمدة 10 دقايق. لكن لازم نحرص ان احنا نحط الخليط قبل ما ينتهي التفاعل يا جماعة. وبعد كده هنسيبه لمدة 10 دقايق، ونبدأ بعد كده نبدأ نزيل الوصفة دي بالمية والصابون، وبعد كده نقدر نرطب المنطقة بالمرطب الخاص بينا. أي نوع مرطب متوفر عندنا نقدر نستعمله في الطريقة دي، لكن مهم جدا يا جماعة إن احنا نستعمل الطريقة دي بالليل، فبلاش نعملها بالنهار، علشان طبعا محظور جدا إن احنا نتعرض لأشعة الشمس بعد استعمال الوصفة مباشرة. هنعمل الطريقة دي 2 إلى 3 مرات في الأسبوع، إن شاء الله حضراتكم هتشوفوا نتائج ممتازة جدا بعد الأسبوع الأول، وتقدروا تستمروا عليها لحد ما توصلوا للنتيجة المرجوة اللي حضراتكم محتاجينها، اللي إن شاء الله هتبقى مرضية جدا وهتبهركم، وهتشوفوا قد إيه إن الوصفة دي هتعمل بياض مثالي ومدهش بدرجة لن تتخيلوها. جربوا الوصفة، بعد ما تجربوها شاركونا في التعليقات أسفل الفيديو النتائج اللي وصلتوا ليها حضراتكم، علشان طبعا تفيدوا الجميع بالتجربة الشخصية. أي حد عنده استفسار على الحلقة، عندكم أي طلب محتاجين تطلبوه، أنا في خدمتكم جميعا، هرد على حضراتكم في أسرع وقت ممكن. لو عجبكم الحلقة اعملوا لايك أسفل الفيديو، لو حابين تفيدوا غيركم اعملوا شير للحلقة علشان الكل يستفيد. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.